بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر علاء الخضري ومادة الرياضيات. النهاردة بناخد الدرس 86 87 88، استخدام نماذج القيمة المكانية في الجمع. عشان نجمع 64 زائد 53 بنجمع الأحاد زائد الأحاد والعشرات زائد العشرات. هنقول 4 زائد 3، 4 زائد 3 7، و6 زائد 5، 6 الكبيرة بنحطها في مخنا وخمسة على ايدينا، بعد 6 7 8 9 10 11، يبقى الاجابة 117. المثال الثاني 32 زائد 91، الاتنين في الاحاد والتلاتة عشرات، زائد 91، الواحد احاد والتسعة عشرات. هنجمع الأحاد زائد الأحاد والعشرات زائد العشرات. 2 زائد 1 3، 3 زائد 9، 3 زائد 9 بتساوي 12. التمرين اللي بعده 74 زائد 52، 4 أحاد زائد 2 أحاد، 4 زائد 2 6. نجمع العشرات مع بعض، 7 زائد 5 12، يبقى الإجابة 126. التمرين اللي بعده 81 زائد 45، 1 زائد 5، 1 زائد 5 6، و8 زائد 4، 8 زائد 4 12، يبقى الإجابة 126. التمرين اللي بعده نشاط 3، صل كل مسألة جمع بالإجابة المناسبة كما بالمثال. المثال الأول 522 زائد 179، الأحاد 2 في العدد الأول والأحاد 9 في العدد الثاني، بنجمع 2 زائد 9 11، ما نكتبش الـ11 كلها، بنكتب 1 ونطلع بالواحد على خانة العشرات. 2 زائد 1 3، 3 زائد 7 10، ما اكتبش الـ10 كلها، بكتب 0 واطلع بالواحد على خانة المئات. 5 زائد 1 6، 6 زائد 1 7، ده المثال المحلول والإجابة بنوصلها بإيه؟ بالناتج بتاعها. المثال الثاني 734 زائد 97، الأحاد 4 زائد الأحاد 7، 4 زائد 7 11، بكتب 1 واطلع بالواحد، 3 زائد 1 4، 4 زائد 9 كام؟ 13. 3 ونطلع بالواحد، 7 زائد 1 8، العدد التاني 97، مفيش مئات، يعني 8 زائد 0 بتساوي 8، يبقى الإجابة 831، نوصلها بالإجابة المناسبة. التمرين اللي بعده 308 زائد 124، هنجمع الأحاد زائد الأحاد والعشرات زائد العشرات والمئات زائد المئات. 8 زائد 4، 8 زائد 4 12، 2 ونطلع بالواحد، 1 زائد 0 هو الواحد، 1 زائد 2 3، و3 زائد 1 4، يبقى الإجابة 432، نوصلها بالإجابة المناسبة. نشاط 4، حل مسائل الجمع الآتية كما بالمثال. الأحاد عندي 2 والعشرات 5 والمئات 3، ده العدد الأول 352، العدد الثاني 109، الأحاد 9 والعشرات 0 والمئات 1. نبدأ نجمع الأحاد، 2 زائد 9، 2 زائد 9 بتساوي 11، 1 ونطلع بالواحد، 5 زائد 1 6، 6 زائد 0 هي 6، و3 زائد 1 4، يبقى الإجابة 461. التمرين اللي بعده 238 زائد 194، 8 زائد 4 12، 2 ونطلع بالواحد، 1 زائد 3 4، 4 زائد 9 13، 3 ونطلع بالواحد، 2 زائد 1 3، 3 زائد 1 4، يبقى الإجابة 432. التمرين اللي بعده 582 زائد 59،
هنجمع الأحاد زائد الأحاد، 2 زائد 9 11، 11 بنكتب 1 وبنطلع بالواحد على خانة العشرات، 8 و1 9، 9 زائد 5 14، 4 ونطلع بالواحد، 5 زائد 1 6، 6 و0، ما هو مفيش حاجة في العشرات في المئات، أنا عندي 59 ما عنديش حاجة في المئات، 5 و1، 5 و1 6، والمئات مش موجودة يعني 0، يبقى 6 و0 هي الستة، يبقى الإجابة 641. إن شاء الله الدرس القادم هناخد الدرسين 89 و90، الجمع مع إعادة التسمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.